بدي اروح انا وياك الى نائب جورج عطله، عضو تكتل لبنان القوي. صباح الخير واهلا وسهلا فيك، وبعرف عندك جلسات ولكن شكرا على هذه المداخله. صباح الخير. صباح النور لك وللضيف الكريم. الحقيقه مش عم بسمع جورج. انا كنت يعني اي شيء لاني اجتماع وطلعت منه بعد ما خلصنا. سريعا استاذ جورج عطله، يعني حتى نائب قاسم هاشم بعده عم بقول بعد ما في يعني اتفاق عندكم كمعارضه مع التيار الوطني الحر، ونائب فادي كرم يعني اللي زميلك اللي انت حضرتك عم بتقوم بهذا التنسيق معه او الحوار اللافت، بيقول انه فليحسم الوزير باسيل عليه ان يحسم امره. هل راح يكون يطلع فعلا من حزب الله ويروحوا الى مرشح ما انتم مع القوات اللبنانيه ولا لا؟ خلينا نقول نحن اساسا الموضوع منه مطروح، نحن بنطلع من مطرح تفوت على مطرح ثاني. المطروح هو التالي بالنسبه لنا نحن. اليوم في تموضوعات في المجلس النيابي غير قادره على ان تحسم الملف الرئاسي، وبالتالي هذا الموضوع تم تجربته على مستوى 11 جلسه للانتخابات الرئاسية. فريق تبنى ترشيح الأستاذ ميشيل معوض لم يستطع تجاوز سقف معين من عدد الأصوات، وفريق آخر يعتبر عنده كان مرشح ضمني وأعلن هذا المرشح فيما بعد أيضا لا يستطيع أن يتجاوز سقف معين من الأصوات. نحن إذا هذا الوضع من الأساس قلنا هذين الاستفافين يضاف لهم تشظي المجلس النيابي، يضاف لهم دقة المرحلة اللي نحن موجودين فيها، لا يمكن أن نذهب إلى مواجهة، يجب أن نفعل الحوار والوصول إلى شخصية يجمع عليها، يعني نتمنى الجميع ولكن الأغلبية لحتى تحتضن هذه الشخصية من بعد انتخابها لتستطيع مع حكومة جديدة أن تنفذ البرنامج الإصلاحي والإنقاذي. طب توصلتوا هيدا هي اسمحي لي سؤال أساسي. فنحن على هذا الأساس قاعدين عم نشتغل في الملف الرئاسي. توصلتوا لمرشح أو التواصل مع القوات اللبنانية، نحن الموضوع واضح. نحن اليوم بالأساس اتفقنا ضمنيا، خليني أقول إنه بيناتنا ما حنمشي بمرشح محدد. اليوم الخطوة التالية كانت هي كسر الجليد وبناء ثقة جديدة من أجل التفاهم على شخصية إضافية أو ثالثة نقدر نتفاهم نحن وياهم ومكونات التغييريين والمستقلين والتقدم الاشتراكي اللي كلنا سوا عم نحكي تقريبا بذات المنطقة اليوم، والانطلاق منها إلى طرحها على الكتل الأخرى. توصلتوا لاسم هالمرشح بينكم بين القوات اللبنانية؟ وبصراحة الكل عم بيقول كله هيدا حكي لحتى بس هيك محاولات ضغط يعني أو تكتيك سياسي على ثنائي الشيعي، وما في شيء على أرض الواقع. مزبوط أنتم توصلتوا لأي شيء؟ أنا فيي أجزم لك أنه قطعنا مرحلة كتير متقدمة بهذا الموضوع. لائحة الأسماء وصلت على اسمين إذا بدك أو ثلاثة بالحد الأقصى. العملية ما بقى يعني بحاجة لمين نسمي على قد ما هي بحاجة كيف سنظهر وننطلق بهذا الاسم إلى بقية الكتل ونتفق معها. يعني عمليا نحن قطعنا شوط كثير الأساسي وهو الأهم حتى هذه اللحظة. مع القوات عم تحكي صح؟ إنه هذا كلام، أما الكلام إنه هذا تكتيك من أجل الضغط بموقع نحن أو استفادة بموقع هن، هذا كلام غير صحيح. يعني عم تحكي الاتفاق مع القوات قطع شوط كبير مظبوط بالاسمين جهاد أزعور، واليوم صرنا عم نحكي ما بعرف في بعض الأجواء نعمة فريم، في هيك جو؟ تقلك بصراحة موضوع الأسماء ما يعني بوارد أنه نحكي فيهم على الإعلام هلأ، لا اعتبارات أكيد معروفة. لذلك نحن نعتبر أنه الأهم هو الاتفاق، أما تظهير الاسم بصير قريب جدا عند الانتهاء من بعض التفاصيل التي لا تزال يعني بحاجه الى دراسه واتفاق. عم تنسقوا مع الكتائب اللبنانيه؟ صحيح. كمان موافقه الكتائب؟ اكيد الكتائب، يعني قطعنا شوط من قبل هذه المرحله وفي تقاطع نحن وياها على اكثر من اسم. واي كتله ناطرينا؟ لقاء الديمقراطي تجتمعوا فيه؟ ايه اكيد حيكون في اجتماع مع اللقاء الديمقراطي، في تواصل اخر فتره يعني هلا يمكن صار لنا اسبوع للعشرة ايام، ما في يعني شيء خليني اقول على نار حاميه، ولكن الاسس وضعت وبفتكر شبه منتهيه يعني.
امبارح رئيس الحزب التقدم الاشتراكي بيلطش كثير بالسياسي على الفريقين، بس اكثر عليكم كتيار وطني حر، او تحديدا رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع، بيقول المشكله عند جبران باسيل وسمير جعجع، هن عم بحطوا الفيتويات على المرشحين، عندما اتفقوا وصل ميشيل عون لسده الرئاسه، كانه يعني انتم اليوم عم تتحملوا هذه المسؤوليه. لا، انا باخذها بمنظار ايجابي، انه هذا تاكيد على انه الطرفين المسيحيين الاقوى وقت بيتفقوا بيكون في تسهيل لهذا الموضوع، وبالتالي ما حدا بيقدر يتجاوز. اما فيما يتعلق بالفيتوات، منه فيتوات، ولكن كل اساسا كل الاطراف بما فيه التقدم الاشتراكي عرضت عليهم مروحه واسعه من الاسماء، وكان كل طرف يقول انه انا في اسامي اكيد بمشي فيه وفي اسامي لا ما بمشي فيها. هن هيك كان عندهم موقف، نحن اكيد كان عندنا هيك موقف وعملناه، مش مستحيل يعني في اسامي قلنا لا ما بنمشي فيها وفي اسامي قلنا ما عندنا مانع، لانه نحن لا نزق يعني، خليني اقول لك، لم نطرح يوما اسما مرشحا من عندنا، كل اللي طرحناه هي عمليه التوافق، والاطراف كانت عم تطرح علينا اسامي وكنا عم نقول هذا الاسم بنمشي فيه على قاعده انه ما في مانع وما في زيته، اذا بدك حاسم جازم تمشوا بجهاد ازعور؟ قلنا لا ما بنمشي فيه. تمشوا بجهاد ازعور؟ ممكن ليش انت مستعجله؟ هيدي بدها حلقه طويله، ما انا والله صرت دعيتك على 1000 حلقه، لما تخليني افتح الصفحات وافتح الكونفرسيشن على واتساب قد ايه دعيتك على حلقات، خليني كفي بالسياسه معك. الوقت ما عم بيساعد، الوقت ما عم بيساعد. انت يا استاذ جورج ما بدك تطلع معي، شو بعرفني؟ خليني اكفي معك بنقطة كثير مهمة، خليني اقول ببورصة الاسماء، جهاد ازعور حتى الساعة هو الاقرب الى هذا الاتفاق بين القوات والتيار والكتائب والمعارضة، يعني انا اللي فيني اقول هو اسم من الاسماء المطروحة، هو اسم بالمبدأ مقبول من اكثر من طرف، بس بعد بدها شغل، ما في حسم على هذا الموضوع وما في حسم على هذا الاسم وما في تمسك، يعني خليني اقول هذا الاسم او لا احد. لقاء جبران باسيل مع حفظ الالقاب ووفيق صفا انحكى كثير بالاعلام، يمكن تكهنات البعض ويمكن فعلا حيصير بس في تعتيم عليه، جوك انه في لقاء حيكون بين حزب الله ورئيس تيار الوطني الحر، محاوله اخيره لاقناع جبران باسيل؟ أنا أعتقد المحاولة الأخيرة المطلوبة هي بهذا الاتجاه اللي حقلك عليه، وهي إنه نقول ما عندنا بقى تمسك بمرشح محدد ونحن مستعدين للحوار ومناقشة أسماء أخرى. هيدا شبه مستحيل، في اتفاق بين جبران، في لقاء بين رئيس تيار ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق؟ أنا ما عندي تحديد بهذا الموضوع، أنا عم بسمع بهذا الجو. اوكي، ختاما شارل جابور بيحط تغريده لافته بيقول هل يجرؤ النائب باسيل على التقاطع المباشر مع المعارضه على مرشح رئاسي ولا لا ما حيطلع من حضن حزب الله؟ قادم الايام هو بيجيب على هذا الموضوع. نائب قاسم هاشم زتا عندكم لما بتتفقوا ساعتها بينزل رئيس بري بيحدد جلسه. ما سمعت شو قلتي؟ نائب قاسم هاشم زت الكرة بملعب المعارضة مع التيار الوطني الحر، هلا بيقول لي عن موعد الجلسة، ما في جلسة لحتى يتفقوا يعلنوا على القليلة عن اسم أو اسمين كمرشح، ساعتها بيدعي رئيس بري إلى جلسة. خلص، لكن حنتفق نحن والمعارضة ونحن والقوات اللبنانية، وعلى هالأساس من ننزل الى جلسه. بدي اشكرك، بعرف وقتك ضيق، على امل يكون عندي لقاء مطول معك. شكرا نائب جورج عطل على هذه المعلومات.